مساء الخير، أنا ميسون الشهين وهذه جولة سريعة من داخل موقع شبكات 964. تحولت مدرسة الحياة، إحدى أقدم مدارس منطقة الفضل ببغداد، إلى مخزن خشب. ويروي سكان حي عباس أفندي لـ 964 ذكرياتهم عن المدرسة التي أنشئت عام 1932، فيما يقول نجل الحاج زبالة صاحب محل المرطبات المجاور إنها تعود لعائلة بغدادية هاجرت إلى أوروبا. في سوق العشار وسط البصرة يكتظ مقهى صبح صبح بالفنانين والمثقفين والصيادين بإرث يمتد إلى السبعينات. 964 نقلت جانباً من أجواء المقهى الذي يعرف سابقاً بمطعم الأسوار قبل أن يتحول إلى مقهى خلال التسعينات. عادت ثلاث نواعير في حديثة للدوران بعد شهرين من توقفها بسبب انخفاض منسوب المياه في الفرات، إذ تكفل ثلاثة حرفيين بصيانة النواعير مجاناً وتبديل أجزاء منها لتتناسب مع مستوى المياه الحالي. 964 وثقت اللحظات الأولى لحركة النواعير. في هيت أطلق الشاب محمد عبد خدمة ديليفري المساج لتقديم العلاج الطبيعي للمرضى في منازلهم، حيث يقوم بمعالجة آلام الرقبة والمفاصل والظهر والأكتاف يدوياً، فيما يحذر الأطباء من خطورة الأمر إن لم ينفذ بشكل علمي. مع حلول الصيف تستقطب باصات النقل العام في جراج البياع ببغداد الركاب الباحثين عن تكييف وأجور زهيدة، خلافاً لسيارات النقل الخاص التي يشكو الزبائن من عدم تكييفها وارتفاع أجورها، لكن ضعف الشبكة التي تغطيها باصات الأمانة تبقي الكيات خياراً اضطرارياً. اختتمت في بابل بطولة الراحلتين سلمى الجميلي وآلاء حازم لمبارزة ذوي الاحتياجات الخاصة في منتجع بابل السياحي بعد منافسة بين 50 لاعباً ولاعبة من 5 محافظات. 964 رافقت المتبارزين في ليلة الختام. يقول العاملون في الحي الصناعي بالحلة إن أكثر من 80% من معامل إنتاج الدبس وبقية المصانع توقفت بالفعل. 964 أعدت تقريراً عن حال الحي وكشفت عن تراجع عدد المصانع إلى 10 فقط بعد أن كان عددها 300 مصنع. اعتاد الكثير من سكنة منطقة شهداء العبيدي شرق بغداد على شراء الأثاث والأجهزة المنزلية المستخدمة نظراً لأسعارها المناسبة، حيث تعرض المحلات هناك بضائع منوعة على غرار سوق هرج الشهير في النهضة وسط العاصمة. كانت هذه اختيارات المحرر للفترة النهارية، لكن تغطيتنا مستمرة ومن كل مناطق البلاد. تفضلوا بزيارة موقع 964media.com لمشاهدة العراق بصورة أوضح.